بتسأل سؤال مهم جدا. بتقول هو أي اتنين هيتجوزوا ويتخانقوا ينفع سيبها؟ طب احنا نؤمن امتى؟ اطمن على ابني امتى؟ ده في بيته وفي يعني مع مراته يضرب عشان خناقه ويموت؟ حضرتك قلت لي هي ضربته في قلبه. لا، اللي انا شفتها الضربه في قلبه ساعه ما كان نايم على السرير جوه، وكان خلصان جابوه من عند الدكتور. الضربه في قلبه 7 سنتي تقريبا كده، و8 سنتي عمق جوه، ما ادت الى حاله وفاه طبعا زي ما الدكتور اللي كشف عليها. بس عايزين ايه؟ القصاص، عدل ربنا. في اكثر من كذلك، احنا مش عايزين العدل ربنا، على الاقل حتى نطمن. احنا اطمنا عليه وهو ميت فين وكده، اندفناه وعارفين هو في المكان، لكن عدل ربنا بقى هو ده اللي عند الكل. عندكم ربنا يصبرك. ربنا يخليك يا ستي. شكرا.